بيقول ما حكم الدين في هدايا العمال؟ والصحيح يا اخواننا قبل كده احنا نبهنا في الاسئله ما تقول ما حكم الدين، لانه الحكم ده في النهايه انا قد اصيب الحكم وقد لا اصيب الحكم. ما في النهايه انا بفتي حسب المعلومه البسيطه اللي عندي. ممكن ما اصيب الحكم الشرعي، عشان كده انت بتسال بتقول ما قولك في كذا بس. بعد ذاك انا حكمي ده اذا وافق الكتاب والسنه يبقى هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى، واذا خالف يكون المخالفه مني انا، عشان ما تعتقد انه ده هو حكم الله ذاته. كويس؟ في هدايا العمال قال خاصه في بعض المؤسسات تجد العامل يصر على ان تعطيه شيء، ومرات يقول زدني. نرجو توضيح رساله مهمه. هدايا العمال غلول كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. إذا عامل شغال بمرتب، خد بالك، زول شغال في مصلحة حكومية، محلة بتاع الجوازات، محلة بتاع غيره، شغال هو في مصلحة حكومية بيتقاضى مرتب. أنت لما تجي داخل دار تسهل إجراءاتك بتقوم بتعصر له حاجة كده بجنبها، تقول له سبت دي ومشي لي الورق بتاعي ده. ده ما بجوز، حرام. فهدايا العمال غلول، يبقى كده رشوة منك أنت ومن الآخذ لها، دي رشوة محرمة وهي من كبائر الذنوب، ما بجوز. إلا العلماء قالوا إذا كان الموظف متعنتا، أنت أوراقك نظيفة، خد بالك، أنت أوراقك نظيفة، ترخيص، رخصة، دار تعمل أي إجراء حكومي غير حكومي، الموظف يتعند عليك قال لك ورقك نظيفة أي ما في مشكلة، لكن ما بصدق لك يا زول، ده ورقي يا ده ما في مشكلة، ما بصدق لك الصوت، ما في طريقة، حرك نفسك يقول لك، وعندهم عبارات كده أنا ما بعرف، عبارات معينة، يقول لك مشي نفسك يا أخي، حرك نفسك. ففي الحالة دي العلماء قالوا أنت لو دفعت له حاجة يبقى الإثم على الآخذ لا على المعطي، لأنه أنت لا يمكن تستخلص حقك بشرط أنه لا يمكن تستخلص حقك الا بهذه الطريقة. يعني ما ممكن انت تقول له انت مش قلت كده انا بجيبها من زول فوق منك، تمشي للضابط بتاع هناك ولا زول الثاني تقول له شوف زول ذاك داري يعطلني وما عنده اي حجة. اذا بتقدر تجيبها بصورة رسمية ما تديه اي حاجة، اما لو بقى انه شفت الشغلة دي الا الزول القاعد بينا ده بس. والزول ده قال لك ما رجعتني ما بديك. فده تديه ويبقى الاثم عليه لا عليك انت، ودي تدخل في باب قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه.